معقولة يعني تسيب أخوك في يوم مهم زي ده وتيجي؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ عيب عليكي. ألف حمد لله على سلامتك أم ياسمين. شكرا لحضرتك يا ابني. هو حضرتك بتشتغل مع ياسمين في الشغل؟ ده مامي أستاذ حسين اللي عملت له فرح أخوه. تخيلي الفرح شغال دلوقتي، سابه وجه مخصوص عشان يطمن عليكي. الفرح اللي في الشارع ده؟ آه مامي. تعبت نفسك والله. تعبك راح يا ست الكل. طمنا عليها يا دكتور. ما تقلقش يا كابتن حسين، الحمد لله الحاجة بقت كويسة والضغط بدأ ينزل، بس هستأذن حضرتك، ممكن حضرتك تجيب لي الأدوية دي؟ تمام تحت أمرك. هستأذن بس حضرتك تسيب زميلتك تبقى معايا هنا الصبح. ملوش لزوم. تمام. تمام تمام، ممكن تفضلي معايا للصبح. هستأذن أنا بقى. شرفت يا دكتور. ربنا يخليك، شكرا. حسين ممكن بس اعرف حسابه كام؟ هابي اللي انت بتقوليه. كف نفسك. انا كمان مش اجتماعيه قوي، خلي بالك، يعني شلتي القديمه بتاعت المدرسه، اقضي وقت مع امي وشكرا على كده، ما بخرجش كتير. ما هو واضح انا طلبت منك اكتر من 10 مرات عشان نخرج، كل مره تطلع لي بحجه، مره عندك شغل، مره قاعده مع مامتك، مره مكسله. والله مش حجج ولا حاجه، لا انا بس الحاجات البسيطه دي بالنسبه لي مهمه قوي، يعني ان انا اقضي وقت مع مامي حاجه مهمه قوي، افلامي بقى وكتبي ومزيكتي والرسم، كل الحاجات دي مهمه بالنسبه لي. وكمان انا متعودش اخرج مع حد غريب، متزعلش يعني احنا لسه نعرفش بعض. مغربه للشيطان يا ست البنات، وفعلا في ده عندك حق، في الزمن ده عندك حق. انا اصلا بخاف من الناس الغريبه والله والقريبه. انا لما تليفوني بيرن رقم غريب بخاف ارد. خايفه ترد ليه؟ عامله عامله ولا ايه؟ لا مش عامله عامله طبعا، معمول فيا عامله. عملت ايه؟ كفلنا الشر. لا مش عايزه ادوشك بقى، حوار كبير. وايه بقى الحوار الكبير؟ يعني أهل بابايا الله يرحمه. الله يرحمه. مشاكل بقى معاهم على الميراث والحاجات دي، فاهم؟ بس عم الحاج أنا فهمتك اللي فيها، وأخوك اللي قاعد جنبك طلع عارفنا وعارف أبويا الله يرحمه. الله يرحمه. وبدل ما قعد يفكر ويتكتك يشوف يكلم مين معارفه، معارفه أساسا مش هيعملوا له حاجة، عشان لو هم عرفوا إن المشكلة معايا أساسا مش هيعرفوه. حسين يا حبيبي بالراحة، دول مهما كان أعمام ياسمين. أعمام مين؟ ده عمل دبب وشوية نصابين ومش رجالة، واللي يشطر على نسوان ما بقاش راجل. أنا همشي. وأنا كمان خدني معاك. تمشي تروحوا فين؟ إيه؟ كلامي ضايقكم؟ عيرتوا من كلامي؟ بدل ما تحافظوا على لحمكم تاكلوا عم؟ فين الرجولة هنا؟ إحنا لازم نمشي. عليا الحلال ما حد بيتحرك، واللي هيمشي هضربه بالنار. هتقعدوا وتعملوا تنازل بكل ممتلكاته، وبعد كده هاخدكم وننزل على الشارع العقاري نسجل الكلام ده. امين ولا اوريكوا شغل الشيطان الرجيم؟ امين امين امين. اقعد. اتفضلوا اقعدوا.